السلام عليكم. اليوم نقف على المستجدات نتاع المشروع تاع استغلال الفوسفات في جبل العنق، ونشوف وين وصلت الاشغال نتاع التهيئه نتاع شبكه السكك الحديديه اللي لازم تكون يعني الانتهاء منها قبل البدء في الاستغلال الفعلي للمناجم كبيرة جدا، واللي تعتبر واحدة من أكبر مخزون في العالم. إذن بدون إطالة نخليكم تتابعوا هذا الفيديو، والسلام عليكم. قطاع المناجم أحد أهم القطاعات التي تعول عليها الجزائر في السنتين الأخيرتين للمساهمة في تنويع مداخل البلاد من المحروقات، فحظي باهتمام غير مسبوق من أعلى سلطة في البلاد، ورأينا عدة خطوات في الميدان كما هو الحال مع مناجم الفوسفات وعينتها من ولاية تبسة. المصنع هذا الطاقة تاعو الإنتاجية ستكون 6 ملايين طن، 6 ملايين طن منها مليونين للإنتاج الداخلي للاستهلاك الداخلي، مواد صيدلانية الفلاحية وما إلى ذلك، والمواد الأخرى أسمدة للتصدير. حتى الشريك الصيني اليوم ابدا استعداده لاخذ كل المنتوج. ننتظر منه الخير كثير لولايه تبسة، متمنيين انه يكون المقر الاجتماعي هنا في ولايه تبسة للاستفاده من عائدات الضرائب. هذا ما نأمله من السلطات العليا في البلاد، انه المقر الاجتماعي للمشروع العهد يكون على مستوى بلديه بئر العاتر وولايه تبسة للاستفاده من عائدات الضرائب، والذي تعود بالنفع على فائده السكان وعلى ميزانيه الولايه، ومن خلالها نحقق برنامج تنموي واحد لسكنه الولايه. بعد توقيع عقد الشراكة مع الصينيين منذ أشهر قليلة، هو اليوم وفد مهم يزور منطقة بلاد الحدبة ليشرع في عملية المعاينة وإجراء التحاليل اللازمة للانطلاق الفعلي في استغلال منجم الفوسفات. سيكون وفد مشترك جزائري صيني ليتنقل إلى الولاية لزيارة المنطقة، ربما وأخذ عينات على بعض الأمور اللي يحتاجوها في إقامة هذا المصنع. منجم الفوسفات بولاية تبسة عينة صغيرة عن الإمكانيات المنجمية الضخمة التي تسخر بها بلادنا، سيسمح بعد دخوله حيز الخدمة بإنتاج أزيد من 6 ملايين طن من مادة الفوسفات سنويا، يوجه جزء مهم منها للتصدير. تشهد عملية إنجاز الخط المنجمي بالسكة الحديدية الرابط بين منجم الفوسفات ببير العاتر جنوب تبسة ومنطقة واد الكبريت التابعة لولاية سوهقهراس تقدما كبيرا، تحضيرا لانطلاق أكبر مشروع في هذا المجال بمنطقة بلاد الحدبة. من أسبوع إلى آخر فيه تطور في رفع العراقيل ورفع المشاكل، إن شاء الله هذه اللقاءات هذه ستستمر إن شاء الله إلى غاية رفع آخر العراقيل بالنسبة للمشروع هذا، لأنه ما نزيدش نذكر بأنه يعتبر مشروع ذو أهمية قصوى وبالغة بالنسبة للوطن وبالنسبة لولاية تبسة. لن ندخر أي جهد إن شاء الله حتى يرى المشروع هذا النور إن شاء الله. الخط المنجمي الجديد الذي رصدت مشاهده كاميرا النهار من عدة مناطق انطلاقا من محيط المنجم مرورا ببلديات بئر العاتر، صفصاف، الوسرة والماء الأبيض سيتم تسليمه خلال الأشهر القادمة تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا في البلاد. استثمار فيه الاستثمار المباشر في المشروع يفوق 6 ملايير دولار. أما بالنسبة لعدد المناصب العمل التي سيخلقها هذا المشروع هي تفوق 5000 منصب عمل موزعة عبر عن طريق على 3 أو 4 ولايات. رونديفو بور لا برودكسيون، معناها للإنتاج لكل شيء، لابد أن نكون رونديفو افون 2027. مشروع من المتوقع أن يرفع من مستوى إنتاج هذه المادة التي تصدر إلى عدة دول من 1.5 مليون في السنة إلى 10 ملايين طن، مع إنشاء العديد من الوحدات الإنتاجية الخاصة بالأسمدة الفلاحية والفوسفاتية وغيرها. هذا ومن المنتظر دعم ازدواجية الخط المنجمي بالإشارات السلكية والكهرباء من أجل استيعاب نقل المواد الفوسفاتية المستخرجة باتجاه مكان الاستغلال والتحويل، ومن ثم التصدير انطلاقا من ميناء عنابة.